وقذارة الولد من قذارة أبيه، إنها القذارة العقائدية السيستانية. هذا هو الجزء الأول من الكتاب الذي عنوانه بحوث في شرح مناسك الحج، محمد رضا السيستاني، إنه مرجع المستقبل، دار الفقه للطباعة والنشر. وهذه هي الطبعة الثانية 1441 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 80 من الجزء الأول. يمكنكم أن تعودوا وتقرأوا كل التفاصيل. سأذهب إلى موطن الحاجة من كلامه. وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. هو تحدث عن الصلاة والصيام والحج. وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. ثم يقارن بين الولاية والصلاة إلى بقية كلامه. هذا المنطق العقائدي القذر الوسخ من أين جاء؟ جاء من نفس هذه الحوزة النجفية الوسخة القذرة التي لا تمتلك جهاز المناعة العقائدي، ما فيها من براءة فكرية. والولد على سر أبيه، والسيستاني على سر أستاذه الخوئي، والقذارة هي القذارة، والوسخ العقائدي هو الوسخ. قارنوا بين هذه المزبلة وبين ما عرض في هذا البرنامج من مضمون بيعة الغدير، من مضمون الاعتقاد بالولاية والإمامة، ومن أن الإمامة المعصومة هو أصل الأصول، هو ديننا، هو حقيقة ديننا. قارنوا بين منطق محمد وآل محمد ما عرضته لكم، ما هو من عندي؟ عرضت لكم قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم، وأدعيتهم، وزياراتهم، هذا هو الذي وضعته بين أيديكم. ما جئتكم بكلام من عندي أو بكلام من غيري من أبناء البشر، هو قرآنهم وحديثهم فقط. قارنوا بين هذه المزبلة. وبالمناسبة هذا الكتاب يعده شهادة لمرجعيته، والمراجع الباقون، الغبران، الشياب الباقين يحسدونه على أنه ألف موسوعة في أحكام الحج، وهو يفتخر بهذا الكتاب المزبلة. العقل الذي يستخرج عقيدة بهذا الضلال، هل يستطيع أن يستنبط الأحكام بشكل صحيح؟ هذا هو مرجعكم في المستقبل، وأنتم ما شاء الله تتنقلون من قمامة إلى قمامة ومن مزبلة إلى مزبلة. هذا المنطق قارنوه بمنطق زيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم، كل شيء في عالم التكوين وفي عالم التشريع، فكيف تتفوق الفروع التي هي في حاشية دينهم تتفوق على ولايتهم التي هي الأصل؟ هذا هو المنطق الخرائي العقائدي في حوزة النجف. هذا هو منطق الخراء العقائدي. هكذا يعلمونكم، وهكذا يعدون المراجع لكم. هذا مرجعكم المستقبلي، وهذا هو الذي يقودكم الآن في دينكم ودنياكم بهذه العقيدة، بهذا الضلال. هنيئا لكم، هنيئا لكم بمراجعكم هؤلاء، وهنيئا لكم بهذه العقائد الخرائية. وبامتياز، إنها العقائد الخرائية بامتياز. هذا الخراء من هذا الخراء، من خراء ما قرأته عليكم قبل قليل، من نفس الكنيف،